التداعيات نتاعها بطبيعه الحال على دخول العمله الصعبه في خزينه البنك المركزي، وبالتالي على قيمه الدينار التونسي، وعلى المزيد من التضخم المالي وتراجع النمو الاقتصادي، بما ان الفوسفات هو عنصر هام وهام جدا لدفع النمو الاقتصادي، خاصه المحافظه على الاسواق مع تصاعد وارتفاع الاسعار العالميه للفوسفات، فرصه لتونس باش هي تسترجع الاسواق نتاعها، خاصه وانه نسبه تحويل الفوسفات إلى أسمدة الفوسفات التونسي قابل للتحول إلى أسمدة بصورة يعني جيدة وبسلاسة أكثر أفضل من الأنواع الأخرى من الفوسفات في العالم. وبالتالي إذا كان يعني هناك اضطرابات اجتماعية وسوء إدارة متاع ملف الفوسفات في الوقت الحاضر، أعتقد باش ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي، على التضخم المالي، على دخول العملة الصعبة، وتونس تعاني من هذه المشكلة خاصة على مستوى تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة. قلت ضروري أن الجيش التونسي يتولى التأمين، الإنتاج ونقل الفوسفات إلى المجامع الكيميائية، وكذلك تأمين نقل المواد الكيميائية إلى الموانئ والتصدير نتاعها. الحلقة هذه كلها يلزم يتولى الجيش الإشراف عليها، مش بالطريقة المصرية بعسكرة قطاع الفوسفات، لكنه هو باش يأمن عملية النقل وعملية الإنتاج وعملية التصدير، لأنه هذه ثروة وطنية وعنصر هام من عناصر السيادة الوطنية اللي تخلينا احنا نتجنبوا هالاختراق الخارجي اللي يعني يقع فيه جدل كبيرة جدا.